الله الرحمن الرحيم. موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. منعت ميليشيات الحوثي الفريق الأممي برئاسة أباهيد جوها من مغادرة مقرهم في السفينة الراسية في عرض البحر، ومنعته من التحرك لاستكمال تنفيذ نشر ضباط الارتباط على خطوط التماس شرقي مدينة الحديدة. وقال مصدر ميداني للميليشيات الحوثية قيدت اليوم حركة الفريق الأممي ومنعته من التحرك إلى نقطة الالتقاء لنشر ضباط الارتباط في نقطة المراقبة الثانية في مدينة الصالح تنفيذا لاتفاق سابق. ويأتي ذلك بعد يوم من تمكن فريق الأمم المتحدة من نشر أولى نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في الخامر بكيلو 8 شرقي مدينة الحديدة، وكان مقررا نشر نقطة المراقبة الثانية اليوم في مدينة الصالح ونشر النقطة الثالثة غدا الاثنين في منطقة كيلو 16 شرقي المدينة ونشر النقطة الرابعة في منطقة المنظر جنوبي المدينة. حررت قوات الجيش الوطني مواقع جديدة شرقي مدينة تعز بعد مواجهة مع الميليشيات الحوثية. ونقلت وكالة سبأ للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن أبطال الجيش في الكتيبة الثانية باللواء 22 ميكا هاجموا مواقع الميليشيا شرقي تعز وتمكنوا من تحرير تبات الخضر التي تطل على الطريق الذي يربط مديرية صالة بمديرية دمنة خدير، كما تطل على منطقتي زوة عبدان والزيلعي. تصدت قوات الجيش الوطني صباح اليوم لهجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني شمال غربي حرض بمحافظة حجة. وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة إن أبطال الجيش أفشلوا محاولة هجومية لميليشيا الحوثي، ودارت معارك عنيفة لأربع ساعات متواصلة أجبرت فيها الميليشيا على التراجع والانكسار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. بدورها استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات للميليشيا في مناطق الحمراء بمسبة وحرض وعبس. نظم مكتب الثقافة بمحافظة سقطرى حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة الذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر والذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر المجيدتين. وتخلل الحفل مشاركات فنية من الفرق الشعبية وقصائد شعرية عبرت في مجملها عن أهمية المناسبة على الشعب الوطني وما صنعته من تحول إيجابي في حياتهم. وفي كلمة له قال محافظ سقطرى رمزي محروس إن ثورتي سبتمبر وأكتوبر جسدتا الوجه الحقيقي لليمن الرافض للكهنوت الإمامي والاستعمار البريطاني البغيض، لافتا إلى أن أبناء اليمن لا يزالون اليوم يدافعون عن أهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر وهزيمة المشاريع الصغيرة التي تريد عودة اليمن إلى العهود الظلامية. حذرت نقابة المعلمين اليمنيين من مواصلة الحوثيين تجريف القطاع التعليمي بشكل يعمل على تحويل المدارس إلى محاضن وحسينيات إيرانية للتعليم الطائفية وحشد الأطفال إلى الجبهات. وقال المسؤول الإعلامي للنقابة يحيى اليناعي إن آخر خطوات العبث الحوثي بقطاع التعليم القيام بتعميم عدة ملازم تحت مسمى دليل الإذاعة المدرسية تحوي أحاديث وأشعارا وحكما وأناشيد وكلمات منتقاة لإلقائها في الإذاعة الصباحية تروج لأفكار الحوثي والثقافة المذهبية الإيرانية وتحرض على العنف والقتال والعنصرية والكراهية والتمييز السلالي. كما فرض الحوثيون فقرة يومية في الإذاعة المدرسية تحت مسمى من أقوال القيادة الحكيمة يتم اختيارها من خطابات المدعو عبد الملك وملازم شقيقه الصريع حسين الحوثي. أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام عن نزع 2482 لغما وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري. وقال مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي إن إجمالية ما تم نزعه من قبل الفريق منذ بدء عمله في اليمن أكثر من 96 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية في الطرقات والمزارع والمنازل. نهاية الموجز، في أمان الله.